يلا جيتك حبيبي جيتك يا بابا جيتك. اوه اصدقائنا السلام عليكم جميعا. طبعا رجعت لكم اليوم وفيديو، وهذا الفيديو كلش غريب بصراحه. اول مره اسوي هذا الشيء. اليوم انا راح اكون طبعا مو بس اب، راح اكون ام لابني اليوم كامل. راح كل شيء يسوي، كل شيء يحتاجه راح نبديه هسه من الصبح. انا هسه بدايه الصبح وقاعد. اول شغله سويتها اللي هي الممه، كملت كل شيء. كل هاي الامور راح تكون بداية انا وحدي من دون ام، يعني حكون ام اليوم كامل. شنو الاشياء راح نسويها؟ طبعا الفيديو كلش قريب راح يكون، ما اعرف شلون راح احضر، شلون راح البسه. الله يساعد الامهات لان الموضوع مو سهل. يوم واحد ممكن يكون كل صعب، بس شوفوا وشوفوا الفيديو ولا تعاتبون على شيء، لان اكو اشياء كلها اكثر الاشياء ما اعرفها. راح ابدلها هسه وراح اخذ الطبيب لان وجهه بشويه شلون حساسيه وهاي الامور، وشويه عيونه مرمده، فراح اخذه وبالسياره ونطلع. قبل ما نبدي سوي لايك لهذا الفيديو وخلينا نوصل الفيديو هذا كلش عدد كبير، لان هذا الفيديو راح تشوفوه شلون. شو راح نسوي؟ راح نحضر الاغراض اللي اخذها وياي بالسياره حتى ما يحتاج شيء. اهم شيء الحفاضات الاضافه الى الحليب. اهم شغله هي هاي نحتاجها بالسياره ونخليها استاكوزي، ما اعرف اسمها، اشياء غريبه علي اعذروني. يلا هسه صار كل شيء جاهز. حط المي صار جاهز، حليب جاهز. خلينا ناخذ هدوم الى قاف توصف يوصف يم الطبيب. يلا بابا هسه شو نسوي؟ احنا نسدنا مني راح يبدا البكي. يلا يلا تمام. يلا ندرعه ونطلع. يلا بابا يلا سمعتوا؟ طبعا من الدرع الطفل هذا منين مفتاح؟ زين هسه نفك الهدوم ونلبسه هدوم، يعني نلبسه شيء ما طلع زين. يلا بابا. طبعا ما احكيكم اصعب شيء عندي هي الحفاضه. يلا بوي يلا اوي 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 اوي. باعش مبدل، باعش لابس، باعش مبدله. تعال انا بعد جواني وصلت للكباته. بين نعرف ربي يا نعمه هدانا، نحتفل لو جتنا نجمة لو قمر يضوي سمانة. فارس ربي بهيبة لو أميرة تحس مدانة، سنة طول لو مرحنا كبر بعزنا وهنانة. فارس ربي بهيبة لو أميرة تحس مدانة، سنة طول لو مرحنا كبر بعزنا وهنانة. يا عمة له بين نعرف ربي يا نعمة هدانة، نحتفل لو جتنا نجمة لو قمر يضوي سمانة. طبعا هسه البيبي صار جاهز. اوكي جهزت كل شيء والجنطه مالته جاهزه. خلينا هسه نطلع بالسياره نروح للطبيب. يلا باباتي يلا. طبعا هاي السياره، طبعا كل شيء راح اسوي وحدي. بصراحه اقول لكم اب وام فعلا يعني الموضوع مو سهل، راح تشوفون الصعوبه، وحتى الصعوبه لما تصعد السياره هي صعوبه. شوفون المأساة هنا بألمانيا. أخي مو شرط يقول لك واحد ممنوع، بس يا أخي إحنا مستحيل نطلع من الطفل إذا مو مربطين 100%، يعني أبد أبد ما يتأمن بهذا الموضوع. أهم شيء الحزام صار جاهز. يلا خلينا ننطلق. ها وليش ما أساعد اللي قدام؟ لأن هو بالتعليمات تمام، حتى الطفل انه لا تصعد اللي قدام، حتى الاير باك مال السياره لا سمح الله صار حادث لا يطق على وجه الطفل. طبعا الطبيب هو عن بيتنا شي 5 دقائق. طبعا هسه هاي وصلنا، هذا
هناك قسم كامل للاطفال. انا هسه راح اروح اوكي بس انا وياه لان انتم راح تبقون بالسياره، راح ابقي الكاميرا بالسياره لان ما ممنوع اصور هناك، وخلينا التي هسه بالطفل وراح اشرح لكم شنو صار بالطبيب وراح نرجع بالبيت ونكمل السوالف. طبعا طبينا الدكتور وهاي دا اصور من التليفون من الكاميرا. هاي الغرفه مال الانتظار مع الدكتور اوكي، ننتظر بيها لحد ما يجي الدور مالنا. هاي هنا اللي يجي الطفل حتى من ينتظر يظل يلعب اكو شيء يلعب يتونس به زين. فانا وعراق قاعد ننتظر، انا وكوكي ننتظر حتى يجينا الدور ونطلع نشوف الدكتور. واخيرا كملت من الطبيب والحمد لله والشكر، البيبي مثل ما قاعد تشوفون شافته وكشفته ما بي اي شيء، وهذا الحب اللي يصير بالوجه هذا قالت هذا تغيير الهرمونات فالموضوع طبيعي، وعند عيونه تنسد دائما همينه. فمثل ما علمونا ابانا وامهاتنا من قبل انه قالت خلي الشاي وامسحها، الشاي يكون بارد شاي اسود، وامسح عيونه الصبح، هذا بعد سنه راح يتغير وراح يكون عيونه ما بيها شيء. اهم شيء اطمنت عليه وخلينا نرجع البيت. الموضوع صراحه صعب يعني، هاي بس الراحه والجايه كل صعبه، تشيل وتنزل بيبي وهاي امور. يلا بابا جاهز؟ يلا خلينا نرجع حبيبي. ايه وهسه وصلنا للبيت يعني، وراح نجي نسوي نفك الحزام ونطلع. قاعد تشوفون الحزام يعني الحزام هذا اهم شيء. طبعا هذا القعده ما تقعد بهاي الطريقه اوكي، تعلمتها من اب قديم عبيده تحياتنا له. يلا طبعا وصلنا للغرفه وهو شنو؟ طبعا هو نايم، راح نقعد بالغرفه مالته بالشرباية. طبعا الشرباية دائما نخلي له هاي حتى شنو يحس انه هو محظون، يحب الحضن يا اخي. لما ما ينام ماكو بعد ما ينام الا يحب حضن، طبعا بالحضن ينام. هسه قاعد تشوفون هسه قام غفي لحد ما ينام ونرجع نذبه بمكانه. ما احكي لكم النوم ماكو بالليل، اربع ساعات ثلاث ساعات اربع ساعات، وراح اشوفكم اليوم ايش راح يصير بالليل. نام يلا حبيبي نام، نام يلا نام. هسه قاعد نسوي يابا، قاعد نشطف البيبي مالنا. اليوم متله في النار ربي انا بهدانه، نحتفل لو جبنا نجمه لو قمر يضوي سمانه. اليوم متله في النار ربي يا نعمه هدانه، نحتفل لو جتنا نجمه لو قمر يضوي سمانه. فارس ربي بهيبه لو اميرة حسن دانه، سنة طول العمر احنا كبر راسنا وهنانه. فارس ربي بهيبه حسن دانا، سنة طول العمر احنا كبر بعزنا وهنانا. يوم متله في النعرف ربي يا نعمه هدانا، نحتفل لو جتنا نجمة لو قمر يضوي سمانا. بحضن ضمك دور بجيتك حياتي، ندعي من الله يحفظك تكبر قبالي باباتي. اللي لهفه بحضن ضمك دور بجيتك حياتي، ندعي من الله يحفظك تكبر قبالي باباتي. اخر شيء قيموا لي هذا الشغل اللي قاعد اسويه، قيموا لي اياه اوكي من 10 ادبي تحت الصفر، بس قيموا لي اياه من كارب. طبعا المما احضرها هنا، هاي المما من تكملها وتخليها تخليها بهذا الجهاز. طبعا هذا الجهاز حلو يحمي المما، يكون دافي حتى الطفل من يشرب الحليب تكون دافي، هاي اهم شيء. الحمد لله والشكر قدرت انام تقريبا ساعة ونص او ساعتين لان الطفل هم نام الحمد لله. وهسه راح نسوي طبعا صار الدنيا عصر، راح اروح اجيب اكو شغلات ناقصة عنده اللي هي شنو؟ الحفاضات والحليب. فهسه راح اروح للسوق اجيب هاي الاشياء لان لازم هاي دائما كل فترة لازم اكيد هم من الواحد ما يستغني عنهم. الاشياء اللي صدق يعني واحد يتعلمها من هذا الموضوع انه الطفل
من ينام لازم الام تنام وياه، ومن يقعد لازم تقعد وياه، لان الطفل يتعبك بهاي الايام قبل 40 يوم، النوم ماته مختلف، ممكن ينام الظهر بالليل يقعد. فالام او الاب اللي مثل حالتي حاليا مشتغل ام واب، لازم ويا الطفل ينام ويقعد بنفس الوقت حتى يقدر ينام، لان بصراحه الموضوع كلش صعب. قد ما اقول لكم صعب، لحد الان ما انتهى الموضوع، راح نروح نجيب الغراض ونكمل اليوم ونشوف الصعوبه بعد وين حتكون. طبعا هسه وصلت هاي القسم الحليب، اوكي راح اخذ له حليب، وهنا عندنا ماي مقطره ما اخذ له، وبعد شنو؟ بعد الحفاضات. طبعا خليني اشوفكم الاشياء اللي اشتريتهن. اشتريت حفاضات اللي هي هاي النوعيه الزينه، ومي مقطر حتى للمميه، وهذا الحليب، اوكي هذا يشرب من هذا النوعيه. هذا كل اللي قاعد تشوفوه، ثلاث اشياء بس 25 يورو. يا سلام، 25 يورو تقريبا تطلع بال 45000 او 50000 عراقي. اصدقائنا طبعا هسه عندنا شنو؟ عندنا الساعه 12 الا 3، اوكي البيبي نام وشربته وحليب وجاهز، وهسه شنو؟ نيمته. وش راح نسوي؟ راح اجيبه بفراشه، واليوم اني راح نام وياه. طبعا المأساة اللي حصير هي بعد هاي اللقطات. ليش؟ لان الليل ممكن يقعد، وتعرفون الطفل اللي تحت قبل 40 يوم النوم ماته بالليل كلش صعب. فراح اجيبه مطول نايم، وراح نشوف، راح وياكم اصور لكم بالليل بنقعد باي ساعه راح اقعد وياه، وش راح اسوي له، وهم انا ممكن احفظه وهاي السوالف. وبالليل انا راح انام يمه هنا، وهو راح ينام بهاي التربايه. فيلا خلينا نروح اجيبه واجي. انا جبناها ويده، يا ربي شلون يعني بالقوه تحمل مابوسه والله. وهسه كل شيء جاهز ونايم، ويطلعون صوت كافي يقعد عراق. وش راح نسوي هسه؟ بالليل من يقعد، اهم شيء الطفل من يقعد بالليل يعني اما جوعان او منقص او هاي السوالف. بس انا شو راح اسوي؟ الحليب جاهز، ومن يقعد بالليل احميه المامه وانطيه اياه، وهمنا راح انيمه ان شاء الله. اذا عنده حظ ينام للصبح، واذا ما عنده حظ راح يقعد لي بعد 3 ساعات. طبعا انا هسه شنو؟ فرشت يم التشربايه مالته، اوكي حتى بالليل اقعد من يحس ومن يقعد راح اكون قريب عليه. راح انام يمه لان تشربايته هنا وغرفته احلى. شوفوني تصبحون على خير، وراح نشوف شو كنا بعد. يا الله كل واحد وحظه، والله يساعد الامهات كلها يعني هذا الموضوع. يلا تصبحون على خير. يلا بابا اتي، يلا استجي المامة، استجي المامة. انا منك انام الصبح اقعد ساعة بأربعة انا المامة كابس انت. يلا جيتك جيتك المامة، يلا انت احمد احمد. طبعا هسه هاي حمت، اوكي نطلعها ونروح ننطيها. طبعا قبل ما ننطي المامة نشوف الحرارة مالتها كيف. طبعا دافية. يلا يلا اسمع بشوف. انا احب انطي المامة هو بحضني حتى شنو؟ حتى يحس بحنان الام. يلا تعال تعال. اوه تعال 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 حبيبي. دي مامة. بعد ما تكمل المامة راح اشيله وادرعه وبلكي ينام من جديد. طبعا هذا التعب وهاي المعاناة وماكو نوم بالليل، انا دا احسها اليوم واحد فقط. بس الله يساعد الامهات، يعني الام صدق انه تتحمل اشياء هوايه بصراحه. وتحيه لكل ام قاعد تتابعنا. الموضوع مو سهل، انا اول يوم واحد وهاي تجربه بصراحه كلش صعبه، وبعدني هواي اشياء ما اعرفها، ومن انزعه صعب يعني هواي اشياء صعبه علي. فالام يعني الام عظيمه بصراحه. الاباء يعني ممكن احنا عندنا غير مسؤوليه، بس مسؤوليه الام يعني ويا الطفل وهذا العمر اصعب من عندنا بألف مره. يشرب وينام بلكي الله ينام بس الساعه اذا نام زين. شعور حلو من تسمع يحب حنان فدوه الحضن هذا ماكو شيء يحبه.
عراق فستق حلبي يا حفظ الله والنبي، عراق قطعة من القمر يا حفظ الرب من البشر. هاي طبعا انا سويتها حصريا اللي اوف يا الهي اوف اوف يا اللي حبه. يلا الحمد لله نام وراح انا بلكي الله يجملها للصبح الستة بسبعة راح يقعد بدل الحفاضة ويرجع ينام. يلا نشوفكم من يبعد. اوه يلا 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 يلا. طبعا هسه الساعة بالسبعة وهم قاعد مرة ثانية، قاعد اول شيء جوعان راح انزعه ونزع الحفاضة وانظفه وهم انا اسوي له حليب لان الساعة بالسبعة استحق انه حليب مرة ثانية. اقولكم يعني ماكو نوم، قاعد تشوفون نوم ماكو. اوه يا حبيبي يلا بابا يلا 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 حبيبي يلا 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 جينا 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 تحملي ثاني. الله يخليك بس احمل يا الله كارثة والله. الله يساعدكم. تعال حبيبي تعال تعال قلبي تعال 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 حبيبي تعال تعال امو تعال حبيبي يلا 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 بابا هسه تجي مهمة. يما 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 الجوع الجوع. الله الله يلا حبيبي يلا. طبعا سبحان الله قد ما تسوي قد ما تقعد قد ما تتعب ابد ما تحس بهذا الشيء لان شعور جديد وشعور الاب والام صدق يعني مستحيل احد يقدر يتحمل بيد الاب والام. فهذا شعور احسه طبيعي ولا كانه ما وبعد الساعه بالسبعه الساعه بالثلاثه بالاربعه هذا الشيء بصراحه يعني واجبي واجبي من دون ما يعني اتذمر نهائيا. لك عيني بس هو بس بس يعطي المجال لك والله راح تخبل. هوي سوي الحفاضه اوكي لما يجي الحليب. يلا خلينا بسرعه بسرعه عادي. يلا 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 قولي ثواني 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 والله ثواني. اصدقائنا متابعينا طبعا لما وصلت كنا وشرب حليب وهسه راح ارتاح ممكن يرجع وينام منه. فهاي شوفتكم التعب اليوم واحد هذا التعب يوم واحد واكو اشياء هواي ما اقدر ما اقدر اتصورها ان اسويها ومستحيل اشغل الكاميرا ما اقدر. فالتجربه هاي كلش حلوه وشنو رايكم بهاي التجربه؟ وبصراحه يعني حسيت بتعب الام اللي تعب الام لمده فتره طويله احنا يوم واحد وهذا الصعوبه اللي شفتها. الله يساعد الام اليوميه وتتحمل اكثر من عندنا. وانا وصلت لكم للنهايه لازم ما اطول هذا الفيديو واشكركم للمتابعه وايدكم توصلوا لهذا الفيديو اكثر عدد من اللايكات. بابا حتى هو قاعد يسوي لايكات ووصلونا 200,000 ان شاء الله ما بقى شيء نوصل 200,000 بعد لنا شيء 10,000 مشترك ونوصل 200,000. يلا نشوفكم بخير ونشوفكم ان شاء الله فيديوهات احلى من هاي الفيديوهات. يلا باي باي.